Adel Group Türkiye'den yurt dışına ihracat hizmeti veriyor. Filistin uyruklu yatırımcı Cihat Adel, El Kavas Mehbe'ye ait olan Adel Group ticaret şirketidir. Grup şirketi tekstil, ayakkabı ve ağır metal ürünlerinin ihracatını müşterilerine ulaştırıyor. Bizler de Filistinli iş adamı, şirketin Türkiye müdürü Enes Abu Arafah'tan Türkiye'deki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Nahnu mustathmirin min Filistin. Ateyna ila Türkiye lil istismar fi ma yahus ticaret dawliye بين تركيا وفلسطين. أتينا إلى هنا من سنة 2017، ومن ثم بدأنا مزاولة العمل وهو التصدير من المنتجات التركية إلى فلسطين، وبفضل الله عز وجل نحن اليوم نتربع على عرش الصدارة في التصدير إلى فلسطين، فنحن الشركة الأولى التي تصدر إلى فلسطين وإسرائيل على حد سواء. Türkiye ve Filistin arası ticari köprü görevi kurma hedefinde olan şirket, çok sayıda ürünün ihracatını yapıyor. قوم بتصدير كل ما يمكن تصديره من تركيا الى باقي الدول وبالاخص فلسطين، الا اننا الاكثر شيوعا في ما يخص التكستيل الملابس ومن ثم الأحذية ومن ثم المعدات الثقيلة وغيرها. Enes Abu Arafah kaliteli ve rekabetçi fiyatlarıyla sektörde farklarını anlatıyor. نحن كشركة عادل جروب الذي نسعى في توفيره والذي يميزنا عن كثير من الشركات التي تسير في هذا المجال هو مستوى الخدمة الذي نقدمه إلى عملائنا وزبائننا في فلسطين وسرعة أداء هذه الخدمة لهم وأيضا الأسعار التي نقدمها لهم. يعني نحن بكل تأكيد لدينا مخططاتنا المستقبلية في العمل ونحن لا نبنيها كل 5 سنين بل نبنيها كل 10 سنين. النظرة هي أن نكون عامل فعال أساسي ملحوظ له بصمة الحقيقية الاقتصاد التركي ونمو هذا الاقتصاد وهذا ضمن المخططات التي نضعها وندرسها. İstanbul Yeni Bosna'da faaliyet gösteren şirket sosyal medya hesaplarıyla da müşterilerine ulaşıyor. Enes Abu Arafah Filistin'de. يعني نحن لدينا وجود على السوشيال ميديا وهذا عنصر فعال ومهم لأي عمل اليوم لأن الحياة أصبحت سوشيال ميديا يعني كل شيء هو يكون على مواقع التواصل الاجتماعي فنحن لنا وجودنا ولنا بصمتنا في هذا الأمر كما أن مقرنا الأساسي موجود في تركيا في إسطنبول في جيني بوسنا أيضا نضيف إلى ذلك مقرنا الذي يعمل لنا جنبا بجنب في فلسطين يعني لدينا أيضا مقر ودعم إداري موجود أيضا في مقرنا في فلسطين.